اي يا سلام ومرحبا بكم مره اخرى بعد ما تفرجتوا في زعما. نرجع للاستوديو التحليلي كيف ما كنا في الجيل الجاي. شلتنا مازالت موجوده هنا اون فورم. حلقه نار قويه برشا ما بين مصطفى كريمي وبسام السويسي. طياره الحلقه. النتائج تقلبت شويه. شنو رايكم في اللي كنا نسمعوا فيه؟ زوز مقنعين على الاخر برسمي. انا عجبوني كيفاش يحكيوا كل شيء، لكن بسام برجوليه هو اللي ربح. برجوليه مش نورمال، انا عجبني على الاخر. مشيت مع بسام انت؟ مسيره مصطفى نحبه بالرسمي خاطر يتغش عادي يتغش وانا نحبه ونعزه حتى هو طياره على الاخر، لكن بسام برجوليه مش نورمال. اقنعك هو على الاخر. ديبا كان مانيفيك بصراحه. انا كنت مقتنعه بها الحقيقه، الفكره نتاع انه ما لازمناش دستور جديد، وبسام زاد اقنعني بصراحه. الحق انا جو سوي امبرسيوني ببسمي. زوز ما احنا تبارك الله عليهم، سواء في الطريقه نتاع طرح الافكار نتاعهم في كل شيء، ويا ليت نشوفوا اكثر معناها حاجات كيما كي. وبيان سور برافو لبسام. شفنا بالنتائج وحسب رايي الشخصي معناها مازلت متمسكه برايي كيما قلت قبل. انا والله فرحانه باللي تعدى اليوم في الحلقه. اولا بحكم انتمائي المناظره ديجا فخوره برشا باللي صار، وفرحانه ونسلم على ليكيب الكل نتاع المناظره على المجهود اللي عملوه الكل باش وصلنا للحلقه هذه. الحاجه الباهيه اللي لينا نقاش بالحق في العمق، سورتو شباب تميزوا من في مرحله معينه لينا وانهم تفوقوا حتى على الضيوف. الحقيقه انا رايي مازال شويه هكا في الوسط. مصطفى كان لابروش نتاعو مهمه برشا وحلوه، معناتها لابروش اللي خذاها وحاول انه يركز على عدة نقاط اللي أقنع بها الناس، بس كيف كيف حاول يقنع كل مجهود، وحتى كان هكا متحمس في فوق باللازم وندفع في مرحلة معينة. لو بلوز امبورتون اللي صار نقاش اللي كان ثم شباب بالحق يحبوا ومهتمين بالشأن السياسي والشأن العام في البلد هذيا، دونك نشجعوا الناس اللي تتفرج فينا زادة باش تهتم، خاطرين لي كومونتير فما شوية عباد هكا ما همش مهتمين، دونك ننصحوهم بالحق باش يعاودوا يخموا مرة أخرى ويراجعوا رأيهم يمكن شوية. أنا الحقيقة قبل ما قلتش على رأيي، أما أنا كنت لا ضد تبديل الدستور، ما لازمناش دستور جديد. والحقيقه بسام زاد دزني في الفكره هذه، اقنعني برشا افكار منها انا مانيش نقعد ديما نعاود. وشنو هي اكثر الافكار ولا يعني الحاجات اللي خليتكم تشدوا في رايكم والا تبدلوا رايكم؟ بون انا حسب رايي ساعة اول حاجه انا نحب نقولها خاطر قبيله ما حكيناش بالكدا احنا على ارائنا والكل، اللي نراه ساعة المشكله ماهيش في الدستور يعني في النص بيدو، المشكله في التطبيق معناها نتاع النص هذيك، على خاطر الطبقه السياسيه معناها ما نزلتش اكل الكلام اللي ورد في الدستور على ارض الواقع كما كنا نسمعوا دايوغ بسام كان يحكي فيه الموضوع هذايا. انا شنو اللي جلب انتباهي اكثر؟ اللي بالرسمي اسهل برشا انهم يصيروا تعديلات، وشوف اللي هو اصح انه يصيروا تعديلات خاطر الدستور نتاعنا كافي. ابخي تو ما نجموش ننكروا اللي موجود في الدستور هو مطالب الشعب التونسي، هو معناها اللي عبر عليه الشعب التونسي، يعني كان دستور تشاركي ما بين خبراء، ما بين الضغط نتاع الشارع، ما بين معناها الكلام اللي سمعناه معناها اللي خرج على خاطر الشعب في 2011، لكن نجم يصير كنوع نتاع تصحيح مسار باش نوصلوا لك البناء الديمقراطي اللي بجيناه من الاول. وزيد الشعب ما نتصورش اللي احنا توا حاضرين باش نعيشوا مرحله انتقاليه جديد. اخرى ونستناو سنين اخرى دونك انت كنت لي وزادت اللي نتاعك سمعت بسام زادت تطورت اكثر. انا عجبتني الفازه الاولانيه قالتها مالك اللي نجم يكون مشكله مش من الدستور، المشكله من تطبيق الدستور. وعجبتني زاد الفازه الاخرانيه اللي قلتها على خاطر الدستور الاخراني قعد 3 سنين باش نعملوه واللي قبله زاد 3 سنين. ما نعرفش اسكول واي نجم ونحن نستناو 3 سنين في المرحله هذه باش. لا انا قلت بطبيعتي انا مانيش مع تبديل الدستور على خاطر تو سامبلومون كيف ما قالت مالك ما تطبقش الدستور. نحن حكينا على المبادئ العامه وحكينا على حقوق الحريات واللي هما ما همش مطبقين ما همش فاعلين. اكثر من هذا نجم ننقحوا، شفنا برشا دساتير في العالم اللي هي تنقحت من دستور 59 في حد ذاته تنقح 15 مره 16 مرة التنقيح صار عام 2008 هكا هاو. دونك الحقيقة أنا ما نشوفش أن نسحق الدستور الجديد. أنت تسنيم شنو رأيك؟ الحقيقة الأولاد كما قلت زادوا أقنعوني. نحكيو شوية على النظام السياسي اللي هو أصلا قامت عليه أكثر معناها الديبا في الحلقة. إحنا النظام السياسي نتاعنا هجين اللي هو نظام مختلط. فنتصور هذيك فوالا فنتصور هذيك أكثر حاجة لازمنا نقوموا فيها بالتعديل.
دونك انت مع التعديل بالطبيعه مع التعديل مش لازم دستور جديد لا احنا كي نحكيوا على نظام سياسي احنا قلنا قبيله باش نحكيوا بلغه سهله وشبيب تتفرج ومش هيسه مهتمه بالسياسه اش معناها نظام برلماني واش معناها نظام رئاسي شنو هو فيه مش هو متكون انا نعرف الفكره البسيطه معناها ان نظام برلماني فما اغلبيه برلمانيه فما رئيس حكومه في نظام رئاسي نلقاو كتاب الدوله اللي هما الاداره ومعاهم الوزير الاول اما لهنا تفسر لنا انت لهنا اكزاكتومون على خاطر برشا ناس يمكن اللي هي مع النظام الرئاسي ما تعرفش وين النظام الرئاسي بيدو هو فيه برلمان والسلطه التشريعيه على خاطر ما نجموش نعيشوا من غير السلطه التشريعيه اللي هي تقوم جمهوريه تقوم على ثلاث حاجات السلطه التشريعيه التنفيذيه والقضائيه دونك باش يقعد موجود البرلمان اما ما عندوش ظاهر لي نفس البوفوار اصلا الرئيس في النظام الرئاسي ما عندوش الحق في العمل التشريعي ديريكتومون معناها دونك الفكره الغالطه انه نظام رئيسي ليه رئيس يحكم وحده ودرشنو راهي كوميم وساهم فيها شويه برشا حاجات دونك الاهتمام الكبير هكا اللي والمسلط على بعض المواضيع خلينا نبعدوا شويه عن المواضيع السياسيه كيف زادت بعض التوجيه من بعض الوسائل حتى بعض السياسيين في مرحله معينه كنا نشوفوا انه هم يغلطوا حتى في الناس فمهم جدا ان توا كشباب نرجعوا للاصل نرجعوا نبحثوا في المواضيع كوم يلفو ونرجعوا نسالوا على المصدر باش نعرفوا نقيموا الامور بالكدا الحاجه الاخرى ظهر لي رانيا وانه النظام الرئاسي ما فيهوش رئيس حكومه اي فيه وزير اول كتب دوله اكزاكتومون احنا توينسه بدوي قعدوا سامحوني عندهم العقده كم تاع الانفراد بالسلطه دونك هذيك علاش تو سامبلومون كي نسمعوا في لي ريزو سوسيو نظام رئاسي دونك رئيس باش يحكم في كل شيء شيخ السلطات الكل دونك يتفاجئوا عندك العقده نتاع باش يجي شكون الديكتاتوريه اللي كنا قبل نخافوا منها معناها واللي عانيوا منها العقده هذيك سنين ربي دونك سي بيان انه نفسروا معناها ونوضحوا انه مش هكاك النظام الرئاسي معناها عمره ما كان هكاك واكيد عندنا دور باش يكون في هذا الكل خاطر توا مع السوشيال ميديا ونحن ناس واعيين ويعني نتحلت فما سوسيتي سيفيل دونك سي تري امبورتون راهو بالحق توا باش نتبعوا كل شيء ميم حتى اي نظام توا ينجم يتبدل في تونس ولا صار تعديل في الدستور ولا غير ولا النظام الانتخابي كان تغير فما الرقابه نتاعنا راهي مهمه برشا والسلطه هذه اللي عندنا كشعب لازمنا بالحق نستغلوها كوم الفو ظهر لي نحن اكثر جيل للسياسه باش تبدا ملقحه اللي كل شيء قاعد يتبدل معنا كيفاش باش نقتنعوا احنا واصحابنا والعبيد اللي كيفنا كانوا مش مهتمين كيفاش باش يقتنعوا باش يهتموا بمواضيع كيما هكا شنو هو الحل معناها والله ظهر لي من اسهل الحلول داير اللي هو السوشيال ميديا كيف ما قلت حسوا كيفاش شايفين انا وياك هو يحكي خاطر دوركم بصراحه انتم كانفلونسور لازمكم لازم تحكيوا يعني فيهم المواضيع هذه اسالنيهم شنو تجي لبالك تسمع كلمه دستور وحده قالت لي نمشي نشري دستور من المكتبه وحده قالت لي حرام السلطه هذه حاجه تخليك تزيد تحكي فيه اكثر الموضوع تزيد تفسر بطريقه اكثر ادابتي للناس الكل الشباب الكل نجم على شرط انا قادر اني نعمل لكم اي كونتوني تحبوا عليه امور سياسه اما على شرط وحيد خويا بارتاجيو لنا وقتها نمشي معكم في الصحيح امان اما الحاجه المهمه ملاك وامين اللي انتم يعني على خاطر الكونتوني نتاعكم ماهوش سياسه اما كي حطيتوا على الدستور لقيتوا برشا ناس حتى لو كان في التفادليك اما فما برشا ناس زاد جاوا بحاجات رزينه وحاجات اللي هي توري حتى اللي انتم يمكن ما فقتوش بها اما تحسهم وانت يمين عملت فيديوهات قبل كاين تاع التفادليك كل شيء لقيت اللي الناس حبتها الحكايه هذيك كما شكون انتريسي بالرسم احنا كتوينسه سورتو الشباب توا يحبوا يكونوا يمسوا من كل دومين وانا جو بروبوز دايوغ علاش احنا توا القاعده هذه علاش هي القاعده الوحيده معناها اللي بيتها في تونس من علاش ما فماش قعدات كيما هكايا في قنوات اللي يبارتاجيو في برشا حاجات اخرين مانيش كونتر التسليه والترفيه وكل شيء نتفرجوا فيه البرامج من نوع هذاك اما ما فيها بيس كي نشوفوا برشا كيما مبادره مناظره ونشوفوا برشا كيما قاعده نتاع الجيل الجاي ونشوفوا شباب يشارك في انه يحكي في مواضيع سياسيه نشوفوا شباب في زاد لقاء مع السياسيين كيما صار قبل في التاون هول معناها حاجه مانيفيك معناها تبارتاجيت بارتو دونك علاش لا معناها دونك انت تشوفوا انه كيف الميديا الالتيرناتيف اللي هو الانستغرام والسوشيال ميديا كل شيء لازم الميديا اللي هي التلفزه والراديوات تخدم على الحاجه هذه وتفسر للعباد اهميه الدستور وداير انا واحد من الناس في 2014 كي تعمل الدستور ما كنتش مهتم برشا اما حبيت لو كان نريد مثلا تلفزه والراديوات يحكيوا على شنو هو الدستور كيفاش قاعد يتعمل له كل شيء بطريقه مسليه هكا بطريقه سهله يظهر لي مليك وامين ولؤي يمكن تخليكم اكثر تحسوا بالمسؤوليه سورتو بعد ما ريتوا لي كومونتير والفيدباك نتاع الناس
التاريخ اللي تبع فيكم. انا نحب زاد نمشيو لما ابعد انه نشجعوا حتى الشباب الاخرين اللي عندهم ضاع في حياتهم يتولدوا به معناها ينجموا يحكيوا بصراحين قدام الكاميرا علاش لا يجربوا معناتها وقدموا معناها اعملوا كونتوني بشويه بشويه تو يدوزوا معاكم جميعان ونتنتفهموا معاهم حاطينهم عندكم اللي بعث لي يقول لي راني انا تو بجيت نتدخل ونحب نفهم كيف كيفك والله نبارتاجي له والله معاك مليك هاكا انا ومليك نبارتاجي لكم عندنا وعد هاكا على المباشر دبرتوا 200 الف زوز مع بعض وبر اليوتيوب لا وانت تبارتاجي سامحني شبيك ساكت ما يحبش يقعد قدام الكاميرا قاعد يتهمم اما فما حاجه شنو رايك انت لؤي صراحه قصيت عليك انا نتصور اهم حاجه لازم نبداو بها كيف ما احنا نقولوا الاجيال القادمه والاجيال الصاعده نبداو ديما كيف نبداو بالاصلاح ديما نبداو من التعليم علاش التربيه المدنيه قعدت جيم بالكوليج فوالا علاش ما فهمش دي ميثود اخرين نقرا بهم التربيه المدنيه علاش ما نحبوش انا دايو عندي تحفظ معناها على المواد اللي فيهم تربيه وكين معناها خاطر انا تربيه معناها ايدوكاسيون معناها انت قاعده تربي في اجيال صاعده قاعده تطلع في ناس نهار اخر باش يكونوا طب ومحامين واساتذه و و و دونك هذوما لي ماتيغ هذوما بالذات بصراحه لازم يكون عندهم منهجيه اخرى لازم تكون عندهم دي ميثود اخرى لازم التلميذ كيف يدخل يقرا تربيه مدنيه تربيه موسيقيه الى اخره وحنا خاطر نحكيو على الدستور نحكيو بريسيزامون على التربيه المدنيه اكثر معناها لازم يدخل فرحان لازم يدخل شاره لازم يعرف اللي كيف يقرا دستور راهو قاعد يعرف حقوقه حرياته واجباته القوانين نتاع بلاده فوالا فما حاجه اخرى زاد مهمه برشا اللي هو الدستور بالدارجه دستور بالدارجه اللي هو عملته الجمعيه التونسيه للقانون الدستوري العبيد اللي تحس اللي الدستور كيف يقراوه مثلا ما يفهموش صعيب فيه ديمو تكنيك فوالا عربيه كاسحه ينجموا يشريوا اكسيسيبل وعملنا في الانترنت موجود بي دي اف معناها كان ما تنجموش تشريوه تنجموا تدخلوا سوغ انترنت ما عندكم ما تعملوا مسيش نعملوا دبل ثقافه لازمنا نعرفوا انا دابخي مو لازمنا نعرفوا وين ماشيه بلادنا وين احنا وين بالضبط وهذا ما يكون لما تعرف الدستور وتعرف القوانين وتتبع انا وحده من الناس راهو على فكره ما كنتش متبعه على زميلتي المواضيع هذه نحسها ما نحس روحي مازالت صغيره ما تعنينيش المواضيع هذه بصراحه باش نقولها معناها الاولاد في النقاش في زعما ثمانيه شرهوني بطريقه غير عاديه معناها باش نزيد ندخل فوالا فما حاجه اخرى دايور انا جوست باش نرجع للبوان اللي قالتها تسنيم واللي هي التعليم يعني ماذا بينا لو كان هو نحن عندنا مشكل كبير ديما مع التعليم والعباد الكل تحكي عليه كيفاش لازم يتحسن ماذا بينا لو كان قيم المواطنه والحاجات هكا من الصغره بشويه بشويه نقراو في المدرسه في الليسي في الكوليج هما راهو على فكره موجودين انا شو انا نحلف لك انا قريت مدرسه كوليج ليسي وتوا انا فاك حتى في الفاك ما عندناش نجاح في الفاك نحكي لك بريسيزامون على الكوليج لوكا موجودين اما المشكل في الاستقطاب المشكل في طريقه فوالا بيبيسيتي هذا المشكل من حاجه اخرى يا جماعه نشوف المشكل زاد من الفولونتي الاراده نتاعنا يظهر لي من الثوره وارجع لليوم عمال بشويه بشويه نوخروا بالتوالي الشباب الكل معناها قاعدين بشويه بشويه الانتيغي نتاعنا ينقص للحياه السياسيه للمواضيع اللي تهمنا في اليوم نتاعنا قاعدين شويه نتلهيو بالحاجات اللي تسلي هكا وتضيع لنا اكثر وقت لاهين في المشاكل زاد برشا غاطين في النيجاتيفيتي يا جماعه صحصحوا فيقوا بالحق لا لا ولا بالحق نفيقوا للواقع اللي نحن عايشين فيه اللي احنا راهنا لا جينيراسيون اللي باش تكمل بالبلاد من بعد نبحثوا احنا نجربوا نشوفوا المجتمع المدني كيف ما حكيت تسنيم معناها ثم مبادره اللي ثم عمل راهو كبير معناتها وبحث راهو مش ساهل تعمل على الدستور باش يولي دستور بالدرجه دونك هذا الكل راهو موجود ولكن ثم اليات ثم برشا حاجات مطروحه ولكن احنا زاد شويه لازم نعمل خطوه الاولى. انا نظن كان يلقاو دي كونسيبت مزيانين كما جيل جاي وحاجات كما هكا برسمي يولي انتريسي على الاخر يولي يتابعوا فما اللي يحلوا دي شين يوتيوب ونبارتاجي لهم انا ومالك حاصلوا برسمي لهنا برشا مواضيع. لهنا جوست فما حاجه قبيليك كيفاش يعني لابد تولي انتريسي اكثر بالدستور والمواضيع هذه على خاطر في العالم الكل فما دي سيري تعملوا فما افلام انا بتفرج برشا مثلا في نتفليكس اللي يحكيوا حتى على فصل معين في الدستور والا حاجه معينه علاش ليه ما نراوش فيلم مثلا كيفاش تعمل دستور 2014 ولا دوكيومونتير عندك نتفليكس صار انت ما عنديش لا ما عنديش في من بعد انا عارفه انت في من بعد ما سمعتوهوش انا نوعدكم نوعد الشعب التونسي الكل البي اف ام تاعي ان شاء الله يكون على السياسه تسنيم انت عندك الميكرو في ايميسيون لو كان تحكي لنا على الايميسيون هذايا
أني الميسيون دي ميسيون بتاعي كل صحافة الشأن العام اللي أنت موجودة فيها أي نسيت أنا صحافة فكرتها فكرت في الدستور احكي لنا عليها شويه كانت بون صحافه الشان العام هي ديجا المفهوم نتاعها شويه جديد علينا صحافه الشان العام تو سامبلومون تتلهي بالشان العام نتاع الناس الكل مشاكلنا مشاكل جهاتنا بريسيزمون نحكيوا على صحافه القرب تكريس مبدا صحافه القرب اكثر دونك في مشروعنا في صحافه الشان العام اللي هو كل حلقه كل ثالث احد ولينا كل ثالث احد من اللي رجعت القرايه دونك الحلقه ديفيزي سور زوز مواضيع موضوع يهم ولايه القيروان وموضوع يتلاقى اكثر بالساحل معناها نحكيوا على سوسه مستير مهديه دونك تنجموا تحكيوا لنا على الدستور خاصه وين الدستور مثلا فيه ولا. الباب سيبقى اللي هو اللي مركزيه فيه سلطة ناخذوا ليكزامبل نحكوا في المال احنا عندنا مشكله في المال دونك تنجموا انتم بيتكم في صحافه الشان العام تحكيوا حتى لو كان في القيروان على كيفاش الدستور ياثر فيكم ديريكتومون دايوغ تسنيم باك معناها وفماش هذايا ما عنديش وقت ولومبلوا نتاعي معبي كل الاعذار اللي يلقاهم الشباب باش ما نحضروش الفورماسيون باش نسمعوا مواضيع كيما كيا باش ما نتفرجوش باش ما نسمعوش دونك خذوا ليكزامبل من وعدكم حتى انا نوعدكم كيما وعدوا الشباب انه في مشروع صحافه الشان العام ان شاء الله في حلقاتنا تكون عندنا بارتي كو سوا ديريكتومون ولا انديريكتومون تحكي على الدستور بارفي نتصوروا انه فما برشا برشا ناس اللي يحبوا يشاركوا في زعمه ويحبوا يجيوا ويحكي كيف بسام ومصطفى تبارك الله عليهم راني لو كنت فكرنا تحكي لنا شويه كيفاش ينجموا يشاركوا انا قبل ما نفكرهم الساعه كيفاش باش يشاركوا ثم جروب نتاع الالومنايز نتاع المناظره سالوا على زعمه ثمانيه خليناها سيربريز لاخر لحظه لجنه التحكيم اختارت مجموعه من الشباب والمدربين سورتو نتاع مناظره وصارت اون كومبيتيسيون ان انترن ما بيناتهم وريتوا الحلقه لايف في زعمه ثمانيه بالنسبه للمشاركه بصفه عامه في مناظره دونك كل فتره نحلوا مسابقه على البلاتفورم نتاعنا اللي هي مناظره.com دونك تدخلوا ديما على الباج فيسبوك تتقاوى جديد يشوفي تعمل فيديو طولها 99 ثانيه تقول فيها رايك من الاطروحه اسكو انت معاه ولا ضد ومن بعد ديريكتومون يصير الفوت نتاع البيبليك من بعد الفوت نتاع لجنه التحكيم ومنها من غاديك تتعدى اذا كان انت اقنعت الناس واللجنه بالفيديو نتاعك دونك تتعدى لللايف راي مشاركه معناتها ما تخليوهاش تصعب عليكم حاولوا انكم تشاركوا خاطر سي امبورطون بالحق الناس لهنا تجي تتعلم تجي تاخذ تجربه تجي تعرف على ناس من الولايات الكل الناس زاده تعرف برشا حاجات جديده على لي نوسيون دو باز اكسيتيرا معناتها برشا حاجات مهمه وتقعد لكم في الذاكره نتاعكم وتنجموا تشوفوا لي زيكسبيرونس تاع الناس اللي تعداو على الباج في دي فيديو حكيو عليهم دونك مناظره.com هو السيت وباج مناظره على الفيسبوك على لينكدين على انستغرام وعلى لي بلاتفورم الكل موجودين بارفي ظاهر لي وفينا وززينا جوست كان عندكم اخر كلمه ولا وين ينجموا يلقاوكم العباد باش يتبعوا بأنا تلقاوني في انستغرام ملك بيغريك 14 ما نعرفش علاش 14 انستغرام ما حبش يبدل لي اسمي والباقي الكل ملك بيغريك يوتيوب انا السوشيال ميديا نتاعي سامبل ما فيهوش نوامر امين حمروني يا كهو على اليوتيوب تلقاوني على شين نتاعي امين ونصحكم ما تفرجوش على فيديوهاتي توا خاطر الليل وتخوف على الاخر الحكايه ما تنصحش وانا يلقوني في مشروع صحافه الشان العام بلوتو تلقوني في مشروع صحافه الشان العام كل ثالث احد من كل شهر من نص نهار الماضي ساعه على اذاعه دريم اف ام كيف تنجموا تلقوني زاده في لي زيميسيون اللي نعملهم في راديو ويب ميجا 40 ولا راني انت نلقاك في مناظره اذا تلقوني كالعاده في مناظره ان شاء الله في الجيل الجاي كان حبوا نقعد معاهم القعده الجايه سينو يعطيكم الصحه الناس الكل ونحب نسلم على اصحابي كيف ما قلت من الاول في ليكيب نتاع مناظره انا لو اي شيء تلقاوني في الانستغرام ولا اليوتيوب ولا اي فيم ولا وين ما تحبوا انتم كانت لوجه تلقاو شلتنا محلاها اليوم وفينا زازينا ظهر اللي حكينا على سوجيات الكل نتمنى انكم تبعتونا وحطونا كومنتاتكم ونحن ممكن نتقابلوا في الحلقه الجايه ليلتكم زينه صباح الخير صباح الخير.